بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. في الفيديو اللي فات يا جماعه اللي هو في الديبلويمنت واحد عرفنا المبادئ بتاعه الديبلويمنت، عرفنا الجي ديفلوبر بيعمل ديبلويمنت على الويب لوجيك ازاي، وعرفنا كمان ايوه انواع الفايلات، يعني ايه عرفنا يعني ايه جار، عرفنا يعني ايه وار، عرفنا ان الجي ديفلوبر بيعملهم لوحده، عرفنا بيحطهم فين، كل الكلام ده احنا عرفناه. طيب النهارده بقى، النهارده انا عايز اعمل ديبلوي للابلكيشن بتاعي خطوه خطوه. يعني ايه؟ انا دلوقتي عملت ابلكيشن، ازاي بقى ارفعه بحيث ان كل البراوزرات او معنى اصح كل الكلاينت في الشركه بتاعتي تقدر تشوفه؟ وصلت الفكره؟ الكلام ده هنحاول نعمله مع بعض خطوه بايه؟ بخطوه. تعال نشوف كده مع بعض. احنا المره اللي فاتت قلنا ان الجي ديفلوبر بيشغل الويب لوجيك على حاجه اسمها انتجريتد دومين او انتجريتد سيرفر. الانتجريتد دون ايوه اللي هو بتاع اللي هو انتجريتد ويب لوجيك ايه؟ سيرفر. الانتجريتد دون ما ينفعش انا اتكلم معاه من جهاز خارجي. طيب اعمل ايه؟ امشي ازاي؟ وصلت الفكره؟ ده اللي انا عايز اعمله. بس قبل اي حاجه انا عايز افرغك على الويب لوجيك نفسه. بص كده معايا، لو عملت رن للصفحه بتاعتك اهي، ماشي الصفحه هتفتح، كلام جميل. بس انا حابب اوريك الويب لوجيك من جوه عامل ازاي، الادمنستريشن بتاعته عامله ازاي. عشان تعرف تفتح الادمنستريشن، بص كده احنا قلنا الانتجريتد شغال على ايه؟ 7100 وكام؟ 101. طيب شيل ده كده وقول له ايه؟ وقول له كونسول، اهو كونسول. خد بالك انا مانيش يعني ماليش ديبلوير، يعني خد بالك اللي بيشتغل المهنه دي بيقولوا عليه ديبلوير. يعني ايه ديبلوير؟ واحد فاهم ويب لوجيك كويس. في قرص يا جماعه في الويب لوجيك، العمليه ماشيه ازاي؟ انت واحد ديفلوبر في الشركات الكبيره بتعمل عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. واحد في شركه كبيره، الشركه الكبيره دي انت راجل بروجرامر بتعمل ابلكيشن بتاعك، مهمتك تطلع وار فايل. تطلع وار ايه؟ وار فايل اللي احنا طلعناه في الفيديو اللي فات. طيب وبعدين تديه لواحد تاني ايوه يرفع الوار فايل على الايه؟ ها؟ على مين؟ على الويب لوجيك سيرفر. هو بقى شغلته الشاشه دي. وصلت؟ اه. لكن انت طبعا يعني احنا عندنا هنا لا، انت بتشغل كل حاجه، بتعمل ابلكيشن وبترفعه، ولو جهاز هنك بتصلحه، ولو رمى علقت تفكه وتصلح، يعني انت كل حاجه. وصلت الفكره؟ لكن الصح ايه؟ الصح ان انت بتعمل ابلكيشن، تطلع وار فايل، يجي بعد منك واحد ياخده منك اسمه ديبلوير فاهم كويس قوي ويب لوجيك. وصلت الفكره؟ لكن احنا او في الفيديو ده انا هدي لك الحاجات اللي انت محتاجها عشان ترفع الابلكيشن بتاعك، وهنرفعه باسلوب سهل جدا، ومش هنحتاج ان احنا نتعمق قوي 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 في الويب ايه؟ في الويب لوجيك. خش كده معايا الويب لوجيك سيرفر اهو، دخلنا دي الشاشه بتاعت الايه؟ بتاعت مين؟ انتجريتد اللي هو 7100 وكام؟ 101. لو دخلت عليه هو الادمنستريشن كونسول ايوه، اليوزر نيم بيبقى ايه؟ بيبقى ويب لوجيك، والباسورد بيبقى ويب لوجيك واحد. يعني نفس الكلمه بس احط عليها كلمه واحد. ده يعني قول لي انت عرفت منين؟ هو يعني باي ديفولت كده. طيب قول لي لوجن، هيخش. حابب بس ان انا افرغك الابلكيشن بتاعك، يعني او بمعنى اصح شاشه الويب لوجيك ازاي، لان انت في الاخر هتتعامل معاها برضه. طيب الشاشه فتحت وبعدين بص كده هتلاقي حاجه اسمها ايه؟ هتلاقي حاجه اسمها ديبلويمنت. يعني ايه ديبلويمنت؟ دي الشاشه الايه؟ الهوم بيج بتاعتك. شايف بيقول لك ايه؟ كونكتد تو ديفولت دومين، الديفولت اللي بيتعمل من خلال الجي ديفلوبر. طيب طب ما نيجي نخش بقى، نخش على ايه زي ما احنا قلنا؟ الايه؟ الديبلويمنت، الابلكيشن اللي مرفوعه. بص اهو الابلكيشن بتاعك اسمه ايه؟ الابلكيشن بتاعك اسمه، بص كده معايا، اسمه اي دي اف ديبلوي ابلكيشن. اكيد هتلاقيه هنا اي دي اف. اي دي اهو اهو مرفوعه اهو. مين اللي رفعه؟ الجي ديفلوبر عمل وار فايل رفعه لمين؟ رفعه لمين؟ ها؟ للويب لوجيك. بالظبط. يبقى الجي ديفلوبر عمل وار فايل اللي احنا عملنا، اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، حطه هنا اهو. وصلت الفكره؟ هو ده. طيب لا هو واحد يقول لي هو انا ممكن بقى احط وار فايل؟ اه بضغط على انستول دي، ماشي. بس خد بالك انت هترفع على ايه؟ هترفع على الديفولت دومين، ودي حاجه لا يحبس بيها. بس ايه يعني احنا ايه بنتفرج الدنيا ماشيه ازاي؟ شوف بيقول لك ايه؟ بيقول لك بقى ايه؟ حط الفايل المسار الفايل او بتاع الروت دايركتوري، او شوف الارتايف ايه؟ فايل، حط بقى المسار بتاع الوار فايل، وبعد كده تدوس نكست نكست، وتلاقي العمليه ايه؟ اتعمل لها ديبلوي. مين اللي عمل الكلام ده بالنيابه عنك؟ مين؟ ايش ديفلوبر؟ صح ولا لا؟ طيب لو عايز ترجع للهوم بيج اهي، تمام؟ السيرفرز اللي شغال عليها،
الديفولت ايه؟ الديفولت سيرفر صح، تحس ان هي ايه ديفولت دومين وديفولت ايه سيرفر، الدومين على السيرفر كل ده بقى ايه شغال، مين اللي عمله؟ الجي ديفلوبر. انا ما ينفعنيش الكلام ده بقى، انا عايز اعمل دومين ليا وسيرفر ليا ارفع عليه. وصلت الفكره يا شباب؟ طيب غير كده وكده ايوه، انا محتاج ان انا بعد كده اعمل ايه؟ اعمل عمليه الديبلوي. يعني ايه؟ يعني احط الابلكيشن بتاعي فين؟ على السيرفر او الدومين اللي انا ايه اللي انا عملته، يبقى زي ده كده. وصلت الفكره يا شباب؟ تعالى بقى نعمل لوج اوت. عايزين يا جماعه من دلوقتي نمشي في خطوات. يعني ايه نمشي في خطوات؟ انا دلوقتي يا باشمهندس عملت الابلكيشن بتاعي ماشي، ايوه ده اللابتوب بقى، خلاص انت خلصت حاجتك على اللابتوب. عايزين بقى ننتقل على الجهاز بتاع العميل. عايزين ننتقل على الجهاز بتاع مين؟ العميل. اعمل ايه علشان اعمل ديبلوي للابلكيشن بتاعي؟ اعتبر الجهاز بتاعي ده هو الجهاز بتاعي ده هو ده جهاز العميل ماشي كده. اعمل ايه؟ اول خطوه واحد تسطب الداتابيز، الداتابيز اللي انت شغال عليه. والخطوه دي اندرج تحت منها ايه؟ يعني انت عملت الداتابيز ايوه، الخطوه اللي بعديها على طول تعمل السكيما، بتعمل بتاع المشروع وتعمل فيها الجداول بتاعك بس خلاص. دي اول خطوه. تشوف بقى انت شغال مثلا على داتابيز نوعها ايه، اوراكل، ماي سيكوال، اس كي ال، سيرفر، اي حاجه تمام. لو انت مثلا شغال على اوراكل 10 جي يا ريت تسطب الاوراكل 10 جي، شغال على اوراكل 11 برضو شغال ايه ال 11 ال 12 على حسب نوع الداتابيز اللي انت مسطب فيه، وتعمل الداتابيز بتاعتك وخلاص عليها. طيب وبعدين الخطوه الثانيه اثنين، ثاني خطوه ايوه بنسطب الجي دي كي. بمعنى الجي دي كي بتاع الجافا سواء 32 او 64 على حسب نوع الاوبريتنج سيستم بتاعه. الاوبريتنج سيستم بتاعي هنا كام؟ 64 بت. الاوبريتنج سيستم بتاعي 64 ايه بت، يبقى يا ريت لما هي تسطب الجي دي كي انا هسطب ال 64 بت. وصلت الفكره؟ جي دي كي اهو جي كي 7 لل 64 ايه بت. تقدر تعمل له داونلود من على موقع اوريكل ما فيش فيها مشكله. طيب سطبت الجي دي كي اهو تسطبه ما فيش فيه مشكله خالص. هو الراجل هيقول لك ايه؟ از اوريدي انستول، يعني انا مسطبه جاهز عندي. نكست نكست نكست، هتلاقي الجي دي كي ايه نزل، ودي تاني خطوه. تالت خطوه ومن هنا بقى الكلام المهم، هنا يا اما 32 يا اما 64. من هنا بقى زي ما احنا قلنا نبتدي بقى الكلام الايه المهم اللي هي الخطوه رقم 3. ايه بقى الخطوه رقم 3؟ اللي انت تسطب الويب لوجيك. هو الويب لوجيك بينزل لوحده؟ اه الويب لوجيك فعلا بينزل لوحده، يعني في برنامج ويب لوجيك اه تقدر تنزله من على موقع اوريكل لوحده من غير الجي ديفلوبر. اه من غير الجي ديفلوبر عادي. بس خد بالك بقى من حاجه مهمه جدا، ايه؟ انت شغال على جي ديفلوبر ايه؟ ده كلام مهم قوي. انا شغال على نسخه 11.4 يبقى لازم تنزل ويب لوجيك متوافق مع هذا الاصدار. انت لازم تاخد بالك من الكلام ده كويس، انت ممكن تمشي في الخطوات كلها ومفيش حاجه تتنفذ معايا، فتاخد بالك بقى. يبقى الفيرجن ايوه لازم تاخد بالك ايه؟ اول حاجه الاصدار بتاع مين؟ بتاع مين؟ ها؟ بتاع الجي ديفلوبر. لازم تنزل ويب لوجيك متوافق معاه. طيب دي اجيبها منين؟ انا هديها لك في الفيديو اهي. اهو هو الراجل هنا في جدول ظريف قوي من على الموقع بتاعهم، يقول لك ايه؟ يقول لك الفيرجن ده الويب لوجيك بتاعه المتوافق معاه كذا، الجي دي كي الجي ديفلوبر ده الويب لوجيك بتاعه كذا، اهو ده اللي انا شغال عليه، فانا هتلاقيني منزل ده اللي هو 4 ده و6 و7 و11.2 لحد الاصدارات بتاعتهم كلهم لحد اخر حاجه بتاعتهم اللي هو 12. وصلت الفكره؟ حلو. انا عندي ليك اقتراح بقى، يعني دلوقتي لازم انزل ايوه عشان الفيرجن بتاعي انزل ده. شوف انت بقى الفيرجن بتاعك ايه، انا اهو في الفيديو اهم. شوف انت بقى الفيرجن بتاعك ايه ونزل ويب لوجيك بتاعك اهو، دي اخر واحد. نصيحه بقى ايه؟ انا دلوقتي شوف انا بلعبها ازاي. انا دلوقتي لازم انزل ويب لوجيك المتوافق مع الجي ديفلوبر صح، يعني لازم ابحث ايوه على الفيرجن ده وانزله من الويب ايه، من الويب لوجيك. طب ليه؟ مش انت عندك لما تيجي تسطب الجي ديفلوبر
مش بينزل معاه الويب لوجيك صح ولا لا؟ بص كده ادي الجين ديفلوبر او الفيرجن بتاعك وهو بينزل. لو انت خدت بالك لما في سطب الجين ديفلوبر بينزل الجين ديفلوبر والاي دي اف وبينزل ايه كمان؟ ها الويب لوجيك بالظبط. يبقى اذا لو انا سطبت الجين ديفلوبر بتاعي على جهاز العميل يبقى انا دلوقتي سطبت داتا بيه. كل الكلام دون فين؟ على السيرفر بتاع العميل بتاع الكلاينت اهو. كل الكلام ده على السيرفر. اول خطوه سطبت داتا بيز بالسكيما وسطبت الجي دي كي. عايز اسطب الويب لوجيك يبقى انا لازم اختار الفيرجن المناسب. طب وليه؟ ممكن انا دلوقتي ايوه انزل فيرجن غير الفيرجن اللي بتاعت الجي ديفلوبر اللي ما بتبقاش متوافقه معاه. فانا هلعبها ازاي؟ بدل ما انزل ويب لوجيك بس ايوه طب ما انا انزل الجي ديفلوبر صح ولا لا؟ صح. ليه؟ لان هو اساسا زي ما انت هتشوف دلوقتي بينزل معاه الويب لوجيك، واكيد النسخه اللي هتنزل مع الجي ديفلوبر ده هتبقى متوافقه صح ولا لا؟ ده اكيد اهو. نيكست اهو، اعمل لي واحد جديد اي حاجه كده بس دلوقتي. نيكست بص اهو كومبليت. لما تقول له كومبليت اهو نيكست شوف هيقول لك ايه، هنزل الجي ديفلوبر وهنزل الويب ايه الويب لوجيك. اكيد النسخه اللي نازله ده ايه هتبقى متوافقه مع ده صح ولا لا؟ خلاص يبقى انا نزل الجي ديفلوبر بتاعي على طول بقى، يقوم ينزل بالويب لوجيك صح ولا لا؟ بالظبط. وده انا عايز اوصله لك. انا بقى اقعد بقى اشوف بقى مين الفيرجن دي وده الفيرجن ايه. لا لا لا، الجي ديفلوبر سطبه ينزل بالويب لوجيك بتاعه. وصلت الفكره؟ انا مش هسطبه، انت بقى هتمشي في الخطوات دي. خلاص اقول له نيكست وانستول السطب كده. تاكد 100% ان الويب لوجيك ايه نزل. ودي الخطوه رقم كام؟ رقم 3. خلاص بقى لما تنزل ويب لوجيك ايوه هينزل الجي ديفلوبر هيفتح صح ولا لا؟ اهو الجي ديفلوبر اهو تيجي تشغل الابلكيشن بتاعك هيعمل انتجريتد. طب انا دلوقتي عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اشغل الويب لوجيك واعمل سيرفر جديد واعمل دومين جديد. الانتجريتد مفيش فيه الكلام ده، مش هيسمح لك ان انت تعمل الموضوع ده. يا غير فيها كمان في مشكله برضو ايه؟ ازاي هتعمل ستار؟ يعني لازم اقول للعميل يعني افرض الكهرباء قطعت، لازم اقول له افتح الجي ديفلوبر والنبي وبقى روح على الصفحه دي، روح على البتاع ده ايه واعمل لها رن والنبي عشان الابلكيشن بتاعك يشتغل. وده خصم اسمه كلام برضو. الكلام ده ما ينفعش صح ولا لا؟ المفروض الويب لوجيك يبقى شغال، اي عميل يكونكت معاه البرنامج يشتغل. ما ينفعش مثلا ما يشتغل اقول له النبي بقى على اعمل ستارت للويب لوجيك من خلال الجي ديفلوبر. نعملها ازاي بقى؟ فانا محتاج اتحكم في الويب لوجيك بعيد عن الجي ديفلوبر. بعيد عن الايه؟ بعيد عن الجي ديفلوبر. فبننزل حاجه اسمها ايه بقى؟ ركز معايا كده. بنروح على موقع اوريكل اهو، اللينك اهو يا جماعه. اللينك اهو. اكسبت. بنزل حاجه اسمها ايه؟ ابلكيشن ديفلوبمنت ران تايم. ابلكيشن ديفلوبمنت ران تايم. تختار الفيرجن بتاعك اهو على حسب الجي ديفلوبر بتاعك. اهو. اختار ده وانزل. ده علشان انا 4. طيب لو انت منزل اخر حاجه يبقى اختار ده ونزل. البرنامج ده لو نزل هو اللي بيمكنك ان انت تعمل ايه؟ تعمل سيرفر وتعمل دومين وتعمل ستارت للايه؟ للويب لوجيك وتقفله وتفتحه، كل الكلام ده موجود. وصلت الفكره يا شباب؟ ايوه. من خلال الايه؟ ابلكيشن ديفلوبمنت ايه؟ ران تايم. طيب انا طبعا عملت له دولي وعرفت اللينك اهي، نروح دولي بقى. شوف بقى الاصدار بتاعك ايه. ماشي كده؟ طيب وبعدين؟ المفروض بقى ان انا اسطب البرنامج ده، ليه؟ لان من خلاله عرفت فائدته ايه؟ من خلاله هعمل سيرفر وهعمل دومين وهعمل ستارت للويب لوجيك بعيد عن مين؟ عن الجي ديفلوبر. ماشي؟ تعال نشوف بقى البرنامج ده. او اف ام اوراكل فيوجن ميدل وير اهو. على حسب بقى الاصدار اللي انت منزله. فك الضغط بتاعه هيتفك في الفولدر ده كده، هينزل عباره عن ديسك واحد وديسك اثنين. معايا يا شباب؟ طبعا. الويب لوجيك اهو لوحده. ما احنا خلاص بقى اتفقنا بقى. الويب لوجيك ايوه مش هننزله لوحده، هننزله مع الجي ديفلوبر. طيب وبعدين؟ نفتح بقى ده. نفتح ده. ونبتدي بقى نسطب، ومن هنا نبتدي خطوات ايه بقى؟ عمل سيرفر بقى وعمل دومين جديد والكلام ده كله. ماشي يا شباب؟ طيب نعمل بقى ايه؟ دبل كليك. ودي اول خطوه معانا. هيطلب منك ايه؟ هيطلب منك الجي ار اي اللي هيشتغل عليه. الجي ار اي ما انا قلت لك سطب الجي دي كي في الاول اهو.
اهو وصلت الفكرة؟ روح اهو شيله، شيل بس الجبل كوتيشن دي اهو وقول له انتر. كده اديته مسار الجي ار اي هيبتدي يشتغل معاه. امشي معايا خطوة خطوة. وبعدين هتمشي في 8 خطوات. كم خطوة؟ 8 1 2 3 4 5 6 7 8 اهو. وتقول له نكست. الراجل بيقول لك ويلكم نكست. ماشي كده؟ وبعدين بيقول لك ايه؟ بيقول لك تعمل ابديت اللي مش عارف ايه. قول له لا 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 سكيب. مش عايز اعمل ابديت. واقول له نكست. بيعمل تشيك لقاها متوافق. واقول له نكست. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك انا هنزله في المكان ده. موافق على الكلام ده؟ انت حر، مفيش فيه مشكله، ممكن تغيره. خليه في نفس المكان اللي انت مسطب فيه الاوريكال ديفلوبر. وصلت الفكره؟ يعني خليه في نفس المكان، ما تغيروش، لانك انت لو غيرته هتضطر تديه له بعد كده. طب وليه؟ طب انا مسطب مثلا الجي ديفلوبر في المكان الفلاني، اه خليه هو ياخد نفس المكان. ليه؟ عشان بعد كده يشوف الويب لوجيك على طول من غير انا بديله المسار. اه شافه. وصلت الفكره؟ واقول له نكست. وبعدين ايه؟ موافق على الكلام ده؟ اه. اقول له انستول بس، مفيش في اي مشكله خالص كده. اه اقعد بس استريح شويه كده لحد لما ايه عمليه التسطيب تتم بايه؟ بنجاح. كده وصل 100% اهو. اقول له نيكست. خلاص فينش، مفيش اي مشكله كده. ايه اللي نزل؟ الاو اف ام. الاو اف ام ده بقى هيخليك او يمكنك ان انت تعمل دومين وسيرفر جديد لمين؟ للويب لوجيك اللي نزل مع الجي ديفلوب. طيب نعمل الموضوع ده ازاي؟ يبقى الخطوه رقم 4 دومين وسيرفر. من خلال ايه بقى؟ من خلال الاو اف ام اللي احنا نزلناه. نروح اول بروجرامز، هتلاقيه نزل اهو، اوراكل ابلكيشن ديفلوبر اهو، كونفيجر ابلكيشن سيرفر اهو، اضغط عليه وافتح. نعمل بقى دومين ونعمل سيرفر جديد. شوف بقول لك ايه؟ اول خطوه كرييت نيو ويب لوجيك دومين. قول له نيكست. وبعدين جنريت دومين، نعلم على الانتربرايز مانجر. نعلم على انتربرايز مانجر، لو انت ماشي معايا خطوه خطوه. نيكست. الدومين نيم عايز اسمه ايه؟ نسميه مثلا ADF دومين ونقول نكست. مش انتجريتد دومين بقى او ديفولت دومين، لا ADF دومين. قول له نكست. طيب اليوزر نيم ايه؟ ويب لوجيك. طيب الباسورد ويب لوجيك 1، خليه زي الانتجريت عشان ما تنساهوش. طبعا التحول نسميه اي حاجه، ويب لوجيك 1. وبعدين نيكست. الاس دي كي ماشي، نيكست سيبها زي ما هي. وبعدين اعمل لي ادمنستريشن سيرفر ومانج سيرفر. نيكست. الادمن سيرفر عايزه اسمه ايه؟ انا ممكن تسميه على اسمك ما يجراش حاجه، خليه برضه ايه ادمن سيرفر. وهيشتغل على بورت رقم كام؟ 7001، مش 101 بقى، 7000 وايه 1. على فكره انت ممكن تستخدمه ان انت يعني تعمل ديبلويمنت عليه ما يجراش حاجه. طيب وفي الاخر هقول لك ازاي تختار بينهم. ماشي. وبعدين اهو يبقى الادمن سيرفر ايوه هيبقى كام؟ 7001. نقول له نكست. طيب خطوه رقم ايه اللي بعديها بقى؟ مش عارف عد انت ورايا الخطوه رقم كام. بيقول لك ايه؟ بيقول لك السيرفر
المانج سيرفر بتاعك انت عايزه يبقى اسمه ايه؟ هسميه بقى اي دي اف سيرفر. اي دي اف ايه؟ سيرفر. طب وعايز يشتغل على بورت رقم كام؟ 7002. يبقى الادمن على واحد. اما السيرفر بتاعك بتاع الابلكيشن انت الديبلويمنت عليه هنسميه مثلا اي دي اف ايه؟ سيرفر، وشغله على 7000 وكام؟ و2 ونكست. مفيش كلاستر، قول له نكست. طب الماشين هيبقى اسمها ايه؟ قول له اد. هسميها مثلا اي دي اف ماشين. ماشين. طيب وبعدين؟ هنخليها للاول. ويشتغل على كام؟ النود مانجر بتاعه. خد بالك النود مانجر ده اهو، النود مانجر ده اللي هيكونكت ده بالابلكيشن سيرفر، بالماشين اللي هيكونكت الماشين بالجي ديفلوبر اهو، النود مانجر. خد بالك من الحته دي واقول له نكست. ونختار ايه؟ ونختار الاي دي اف سيرفر ماشين بتاعتك اهي تحت الماشين ده. الادمن ملوش دعوه بالاي دي اف ماشين. يعني ايه؟ يعني الاي دي اف ماشين دي عليها السيرفر ده. طيب ونقول له ايه؟ نكست. موافق على الكلام ده؟ يعني نعمل كرييت؟ قول له اه توكل على الله. بيعمل اهو. بكده الادمن سيرفر بتاعك اتعمل. انت ممكن تعمل له ستارت كده وتقول له ايه؟ دن عشان يشغله. لا انا هشيل عشان اعرفك ازاي تقدر تشغله بعد كده. دن كده خلاص. بعد كده المرحلة رقم 5 ايه؟ تشغل بقى الادمن سيرفر عشان تبتدي بقى تتعامل بقى وترفع الابلكيشن بتاعك والكلام ده كله. طيب بنشغله ازاي؟ بص كده معايا، نروح على الستارت اول بروجرامز فيوجن ميدل وير اهي، نروح على يوزر بروجكتس، نروح على اي دي اف دومين، نروح على ستارت ادمن سيرفر، ودي تعمل له ستوب. يبقى السيرفيس دي ودي اهي، ادي الستارت وادي الستوب. وصلت الفكره؟ حلو. ونعمل ستارت اهي ونضغط يشتغل معاك ان شاء الله. بيشتغل. change it to starting لحد لما يقول لك running. اهم حاجة الفيرجن لازم يبقى متوافق، لازم. خد بالك من الموضوع ده، وانا قلت لك تحلها ازاي. بسطة من جي ديفلوبر احسن، ينزل الويب لوجيك هتبقى ضامن ان شاء الله تعالى ان هيبقى متوافق. وستارت الادمن اهي وستوب الادمن اهي، الاثنين سيرفيس دول مهمين. من هنا هقفل السيرفر ومن هنا هفتح السيرفر. واحد يقول لي طب ما هو جهاز العميل بقى، افرض الكهرباء قطعت. السؤال ده مهم قوي قوي قوي، ركز معايا كده. واحد يقول لي طب افرض الكهرباء قطعت عند العميل، هو اقول له يبقى اضغط هنا؟ لا، حطها له فين؟ حطها له في الستارت اب هنا اهو. بص تعالى في الستارت اب اهو، هي دي البرامج اللي بتشتغل اول ما الجهاز بيشتغل. روح حطها له في الستارت اب هنا اوبن، وخد بقى السيرفيسز دي ستارت ده، حطها له في الستارت اب هنا بحيث لو الكهرباء قطعت ولا حاجه ولا حصل اي مشكله. حلو. وضغط على الكهرباء والجهاز فتح. ايوه ايه؟ يقوم الايه؟ الويب لوجيك على طول. اه اهو راننج مود اهو، خلاص تبتدي الابلكيشن بتاعك شغال. كلام جميل قوي. تعالى بقى ايه نتعامل مع الادمنستريشن بتاعتها ازاي. اهي اهو الشاشه بتاعته اهي. عايز اخش بقى على الكونسول بتاعه، الادمنستريشن بتاعه، هروح بس هشيل بقى ال1001 دي اخليها ايه؟
7000 واحد، مش احنا شغلناه على 7000 واحد فاكر؟ اهو معايا شباب؟ معايا؟ بنشغله. اهو اشتغل حاجه كده على الماشي يعني للناس يعني ركز كده معايا. ايه رايك مش انت بتعمل ابلكيشن مثلا وراجل مبرمج؟ اه ايه رايك تعمل شاشه لوجن زي دي؟ جرب كده تطلعها يعني حته بره بره الموضوع. هو دي شاشه اللوجن بتاعه الايه بتاعه الويب سيرفر. طب انا ممكن اعمل زيها صح ولا بالاي دي اف؟ حتى الحاجات دي كلها اي دي اف صح ولا لا؟ ادي انبوت تكست وادي بطن وادي اهو وده لوجو مش عارف ايه. تعرف انت تعمل الموضوع ده؟ تعرف تعمل صفحه زي دي؟ ها تمام، حاول تعملها. يلا بقى نكمل موضوعنا. ويب لوجيك، ويب لوجيك واحد ونخش نقول لوجن ريمبر. الخطوات دي مهمه بتعملها مره واحده عند العميل على السيرفر بتاعه خلاص على كده. فتح اهو. وبعدين ديبلويمنت، لو ضغطت على ديبلويمنت مفيش حاجه صح ولا؟ شايف هنا اي دي اف دومين مش ديفولت دومين بقى؟ شايف اهو. طيب مفيش طبعا الابلكيشن بتاعك اللي هو اسمه اللي هو اي دي اف ديبلوي ده ما هوش معمول له ايه؟ ما هوش معمول له ديبلوي على على الدومين ده. طيب هنعمله ان شاء الله دلوقتي، بس قبل اي حاجه نروح بس على الهوم كده. شايف السيرفرز؟ اه السيرفر بتاعتك اهو. عندك كام سيرفر بقى؟ اهو الادمن والاي دي اف سيرفر. وصلت الفكره؟ وصلت معايا يا شباب؟ طيب لو لاحظت هتلاقي الحاله هنا راننج، يعني الادمن شغال. انا قلت لك ان انت ممكن تعمل ديبلوي عليه لان مفيش مشكله يعني معايا، بس لو عايز تشغل ده اشغله ازاي؟ تعال نشوف كده. تعالى بقى نشغله ازاي. هروح اضغط على كنترول، نروح نعلم على اي دي اف سيرفر ونقول له ايه؟ قول انت بقى. ها ستارت بالظبط. بص اللي هيحصل، بص بص بيقول لك ايه. بيقول لك ايه؟ انا جيت اعمل له ستارت ما لقيتش النود مانجر بتاعته. فاكر النود مانجر؟ اه لازم تبقى شغاله. طيب نشغلها ازاي؟ بص كده اهي اهي. تروح على مين؟ ها الفيوجن، تروح على الويب سيرفر، تروح على تولز النوت مانجر اهي، ابعتها سند تو على الديسك توب. واحد يقول لي يا باشمهندس، اقول له نعم. يقول لي طب انا كده محتاج اشغل الادمن سيرفر، يبقى في له سيرفيس، ومحتاج اشغل النوت مانجر وليها سيرفيس، يبقى الايه؟ عندك كام حاجه بقى هتتحط في الستارت اب عند العميل؟ حاجتين اللي هي مين ومين. تعالى بس نشغلها على ما تشتغل اوريك انا حاجه بقى ايه. يبقى عندك الستارت دي هتتحط في الستارت اب، والنود مانجر كمان تتحط فين؟ في الستارت اب. وصلت الفكره؟ اهو كده اشتغل اهو. طيب تعالى بقى نرجع مرجعنا ونقول له ستارت كمان مره، هتلاقي باذن الله يقول لك تمام اهو. وصلت الفكره؟ اقول تاني، يبقى الجهاز ده، الجهاز ده العميل ده السيرفر اللي احنا شغالين عليه، الجهاز ده هو جهاز العميل اهو. حلو، مشينا بالخطوات دي، بس في حاجتين مهمين قوي بقى تلاقيك بتسالهم دلوقتي. افرض الكهرباء قطعت، حصل اي مشكله، اعمل ايه؟ ها لا دي مش مشكله ولا حاجه، هاخد السيرفيس بتاعتك دي ودي وتحطهم فين؟ ها في الستارت اب، بحيث لو حصل اي مشكله وفتح الكهرباء يشتغل اوتوماتيك بقى، ما يوجعش دماغك بعدين. وصلت الفكره يا شباب؟ طيب عايزين بقى نابلاي الجي ار اف. احنا عايزين خطوه رقم 6 6 ابلاي الجي ار اف. ايه الجي ار اف دي؟ تعالى كده نشوفها. بص جافا ران تايم فايل، جافا ران تايم فايل اللي هي الوار والحاجات دي، لازم الويب سيرفر يستطيع الويب سيرفر يستطيع التعامل معاها. ازاي؟ اهو بص كده معايا، هنروح بقى من هنا خلاص، هو بيتعمل له ستارتنج، سيبه بقى، اعمل له لوج اوت ماشي، واخد اللينك دي افتحها تاني، ولكن هغير فيها ايه؟ هفتح شاشه تانيه
بدل كونسول هكتب له اي ام انتربرايز مانجر. الشاشه دي هابلاي فيها الجي ار ام. اهو نروح ويب لوجيك، ويب لوجيك واحد لوجن كونتينيو. وبعدين هروح على الاي دي اف سيرفر، ابلاي جي ار اف. خد بالك بقى إيه، زي ما انا قلت لك جافا ران تايم فايل، ايوه يعني بتؤهل الدومين ده اللي هو يستطيع، او السيرفر ده اللي هو يستطيع التعامل مع ملفات الوار والحاجات دي كلها. طيب ابلاي اهي، معاه شباب اهو. شوف بقى بيقول لك ايه، بيقول لك ايه العمليه تمت بايه، بنجاح، ولكن ذا سيرفر ماست بي ايه ستارتد، لازم تعمل له ايه ستارت. وصلت الفكره؟ عشان تعمل ريستارت خلاص اعمل بقى لوج اوت كده، العمليه خلصت اهو. عشان تعمل ريستارت يبقى ايه خطوه رقم كام؟ ها الخطوة رقم 7 معايا يا شباب. اعمل ستارت لمين؟ ها للسيرفر اهو. ازاي؟ اعمل له ستوب. بص كده معايا اهو، ادي الادمن اهو، ادي الادمن ايه سيرفر، اعمل له ستوب وارجع شغله تاني. هو كده بيتعمل له ستوب اهو، الاثنين وقفوا اهم. اقفل بقى ده واقفل ده وارجع اعمل له ستارت للادمن تاني. معايا شباب؟ اهو بيشتغل اهو، مفيش فيه اي مشكله. والنود مانجر كمان، اي مش دي النود مانجر، اقفلها وافتحها تاني بعد ما عملت الستارت له اهي. طيب وبعدين الخطوه الثامنه ان انا ابتدي اعمل ايه بقى؟ ابتدي اعمل وار فايل وديبلوي الكلام ده على مين؟ على السيرفر بتاعي. صح ولا لا؟ تمام. يبقى انا المفروض اعمل وار فايل، وبعد الوار فايل ده اديبلوي بقى الوار فايل ده على ايه؟ على السيرفر بتاعي. طيب ايه رايك انا انصحك نصيحه حلوه قوي؟ بدل ما تفتح الانتربرايز مانجر بتاعت السيرفر وتعمل كلام ملوش لازمه، ايه رايك؟ تخلي الجي ديفيلوبر، مش الجي ديفيلوبر، حط الوار فايل على الانتجريتد سيرفر. صح ولا لا؟ طب ما تخلي الجي ديفلوبر يحط لك الوار فايل على الادمن ايه سيرفر. صح ولا لا؟ لا ركز معايا، ركز معايا. انا المفروض دلوقتي، انا المفروض دلوقتي اروح اعمل ايه؟ اروح اخد الجي ديفلوبر، اروح اخد الوار فايل بتاعي ماشي اهو اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديو الاولاني اهو، اخد الوار فايل ماشي، وافتح الادمن سيرفر بتاعي اهو، واخش وارفع الوار فايل بتاعي. صح ولا لا؟ طب ايه رايك معايا؟ ايه رايك تخلي بقى ايه بقى استعين بمين؟ بالجي ديفلوبر. استعين بمين؟ بالجي ديفلوبر، اخليه يعمل وار فايل ويرميه على السيرفر اللي انا عملته بدل مني. صح ولا لا؟ على الاقل لو انا عملت الوار فايل ممكن ما اضمنش يبقى مثلا ايه معمول غلط. لا يا عم، الجي ديفلوبر هيعمله لك صح. وصل الفكره؟ عشان كده انا هديبلوي، انا هديبلوي يوزن الجي ديفلوب اضمن. معايا يا شباب؟ معايا يا جماعه؟ هديبلوي يوزنج ايه؟ الجي ديفلوب. وصلت الفكره؟ طيب نديبلوي بقى ازاي؟ يبقى انا دلوقتي المفروض هروح بقى على مين؟ ها خلاص كده السيرفر خلص، كده مش عارف ايه خلص، كله خلص، لسه لك ايه بقى؟ ها تروح لمين؟ للجي ديفلوبر. جه بقى دوره بقى. معايا يا شباب؟ اهو. وبعدين اروح في الابلكيشن سيرفر، لو مش موجوده عندك هاتها من هنا، فيو ابلكيشن سيرفر افتح اهي ماشي،
نزود مين؟ السيرفر بتاعنا، نزود السيرفر ايه؟ بتاعنا. ازاي؟ هنا الانتجريتد اهو، نروح كليك يمين نيو ابلكيشن سيرفر ستاند الون نيكست، نسميه ايه مثلا؟ نسميه اي حاجه، نسميه دبليو ال اس ستاند الون سيرفر. ويب لوجيك نيكست، طب الباسورد ايه؟ ويب لوجيك واحد نيكست. خد بالك بقى ايه الدومين، هكتب له هنا بقى عايز الدومين بتاعك اللي هو كان ايه؟ كان هو عباره عن اي دي اف اندرسكور ايه؟ ها دومين، صح ولا لا؟ ودي مش عايزها، واقول له ايه؟ او رقم البورت بتاعك، واقول له ايه؟ نيكست، واقول له تيست سكسس اهو، يبقى في اصبح الجي ديفلوبر متصل بالدومين بتاعك، واقول له نيكست فينش كده اتضافه. يبقى كده السيرفر بتاعك اللي ستاند الون اللي انت عملته ربطته بالجي ايه؟ بالجي ديفلوبر كمان. طب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ يبقى الخطوه دي اهي، الخطوه دي اديبلوي. ازاي؟ تحت منها بقى خطوه، اول حاجه ان انا اعمل السيرفر كونكت السيرفر ويز، اكونكت السيرفر مع مين؟ بالجي ديفلوب. ليه؟ علشان الجي ديفلوبر بقى يديبلوي، ودي الخطوه الثانيه. ايه بقى؟ اخلي الجي ديفلوبر يديبلوي الابلكيشن بتاعك على مين؟ اون سيرفر. يعني ايه؟ يعني من الاخر يعمل يعمل وار فايل ويحطه. وصلت الفكره؟ طيب حاجه كده قبل ما نبتدي في الخطوه دي، بص لو فتحت ده كده اهو ولقيت السيرفر، هتلاقي يحتوي على الاي دي اف سيرفر والايه؟ والادمن ايه؟ والادمن سيرفر. طيب تعالى بقى، احنا دلوقتي عايزين نطلع وار فايل، ماشي. طيب استنى، مش قبل ما تطلع الوار فايل لازم تظبط الكونكشن على الداتا بيز. يعني ايه؟ اصل انت الوار فايل بتاعك هيتحط على مين؟ على الويب لوجيك. حلو، مين اللي هيعمل كونكت على الداتا بيز؟ الويب لوجيك هو اللي هيعمل هيعمل كونكت على الداتا بيز. بمعنى، ركز معايا ركز معايا، بص بص معايا كده، انا دلوقتي ادي السيرفر بتاعي اهو اللي انا شغال عليه. حلو، السيرفر ده عليه ايه؟ عليه داتا بيز، ده كلام محترم قوي. وعليه ايه؟ وعليه كمان اللي هو الويب لوجيك اللي احنا عمالين نعمل فيه ده. حلو، والويب لوجيك هيبقى فيه ملفات الوار بتاعتك، صح ولا لا؟ حلو، وانا كعميل هفتح البرنامج، هفتح ملفات الوار دي اللي هي صفحه مثلا اللوجن، تمام. مين اللي هيكونكت على الداتا بيز؟ السيرفر. السيرفر هو اللي هيروح ياخد الكونكشن منك ويكونكت على الايه؟ على الداتا بيز، ويجيب البيانات ويديها لك. ده مين؟ ده الابلكيشن سيرفر اللي انت عامله، اللي هو الويب لوجيك، صح ولا لا؟ يبقى انا لازم اظبط الويب لوجيك، يبقى انا لازم اظبط الايه؟ الويب لوجيك. وصلت الفكره؟ اظبط الويب لوجيك اللي هو يعمل كونكت على مين؟ على الداتا بيز، عشان لما اطلب من الويب لوجيك حاجه من الداتا بيز يعرف يجيبها، صح ولا لا يا شباب؟ بالظبط. طيب نظبط بقى دي ازاي؟ ده اللي احنا عايزين نعمله. اول حاجه، يبقى انا دلوقتي اهي الخطوه عشان ما تتوهش مننا، اهي قبل ما اعمل وار فايل وقبل الكلام ده كله واعمل ديبلوي، لا ده انا هعمل ايه؟ هظبط كونفيجر الكونكشن، ماشي كده؟ حلو، وبعد ما ايه؟ وبعد ما اظبط الكونكشن ابقى اروح بقى اطلع وار فوق ايه؟ وار وارفع. طيب ازاي؟ اهو هروح على الابلكيشن موديول بتاعك اهو، وافتح اهو، فتح كونفيجوريشن لوكال، وبعدين اقول له ايه؟ ها جي دي بي سي داتا سورس، ايوه خد دي معاك، دي الداتا سورس بتاعتك، دي اسمها اهي الجي دي بي سي داتا، يعني الكونكشن هتتم من خلال الجي دي بي سي، واقول له اوكي خدها كوبي معاك اهي، تعالى حطها في الفايل ده اهو اهي، واحفظ. طيب وبعدين هنروح بقى على الانتربرايز مانجر بتاعك، هنروح على الانتربرايز مانجر اللي هو ده اهو،
ونعمل ايه؟ اعمل كده ريفرش هتلاقيه لسه شغال اهو. بقول له لوجن. نعمل ايه بقى؟ فتحت. وبعدين عايزين بقى نظبط الكل. احنا دلوقتي بنعمل ايه بقى؟ دخلنا على الانتربرايز مانجر بتاعت مين؟ ها؟ بتاعت الجي ديفلوبر، بتاعت الويب لوجيك. ليه؟ علشان نعمل من خلاله داتا سورس كونكشن اهي. كونكشن عايزين نعملها نيو جينيريك كونكشن. اسمها ايه؟ اي حاجه سميها باسم السكيما مثلا. سكوب كونكشن اهي. وبعدين اهو جندي نيم، جندي نيم اللي هو ده اهو. بص بص اللي انا خدته كوبي ده اهو. لازم تتاخد زي ما هو اهو. وبعدين نوع الداتا بيز. بص بقى، فاكر زمان لما قلت لك ان جي ديفلوبر يستطيع التعامل مع الداتا بيز؟ ايوه، هو بيكونكت على الداتا بيز، بس من خلال مين؟ من خلال مين؟ الويب ايه؟ الويب سيرفر اهو. خش اختار بقى نوع الداتا بيز بتاعتك، اي انفورمكس، مش ماي سيكوال، اي حاجه بقى. وصلت الفكره؟ طيب، وبعدين اقول له نيكست. الدرايفر بتاعك اهو، اختار ايه؟ اوريكل ثن علشان الاصدار من اول 9 فيما فوق. واقول له نيكست. بيسبورت الترانزاكشن، نيكست. طيب اسم الداتا بيز ايه؟ داتا بيز او ار سي ال، على حسب اسم الداتا بيز عندك بقى. والهوست نيم تجيبه ازاي؟ اسم الجهاز اجيبه منين؟ اهو بروبرتيز معايا يا شباب. اسمه اهو في الكمبيوتر نيم القداح بي سي اهو. لازم تاخدها زي ما هي اهي، لازم تاخدها زي ما هي اهي. القداح بي سي وصلت الفكرة اهي. كمبيوتر نيم اهي، فول كمبيوتر نيم اهي، القداح بي سي كابيتال وسمول اهي، رقم البورت 1521. طب الداتا بيز ايه؟ سكوت سكيما بتاعتك. اقفل بقى خلاص. طيب والباسورد تايجر. طب عايز اشوف بقى السكيما بتاعتك بقى تايجر. واقول له نيكست. دي اخر حاجة. طيب تيست، اعمل تيست علشان تشوف الكونكشن نجحت ولا لا. كونكشن تيست ايه؟ سكسس، مبروك عليك. ونقول له نيكست خلاص. طيب انت عايز تعمل له ايه؟ يعني الداتا بيس دي تبقى يعني متعلقه بايه؟ بالاي دي اف سيرفر. واقول له ها فينش. من كده يبقى احنا بقى ايه؟ يبقى احنا كده خلصنا موضوع الايه؟ الكونكشن، وانت تستاهل وخلاص على كده. اعمل بقى لوج اوت. اعمل لوج اوت خلاص، ما عادش ليها لازمه بقى. ماشي خلاص كده، لو انت هتفتح الويب لوجيك ولا حاجه. ماشي كده. طيب نعمل ديبلوي ازاي بقى؟ المفروض تطلع الوار وتروح انت تحطه بقى في الايه؟ في الويب لوجيك، صح ولا لا؟ لا مش هتعمل كده. امال هنديبلوي بقى من خلال ايه؟ من خلال الجي ديفلوب. ازاي؟ بص كده معايا، خد بالك انت لما بتعمل ران، بص لما بتعمل ران الصفحه بتشتغل، صح ولا لا؟ اهو طبعا انت لو قعدت تعمل ران من الـ من الـ من الجي ديفلوبر هيشتغل على الانتجريتد، دي مفيش فيها كلام معايا. بس انا هعمل ديبلوي بقى، بس انا عايز اوريك حاجه. بص كده، بص كده معايا على اللينك دي. طبعا هو شغال على الايه؟ على الـ على الـ على الانتجريتد. هنظبط الموضوع ده دلوقتي. بس شايف الاسم ده؟ بعد كده الصفحه بتاعتك، الاسم ده كله كده وحش. انا عايز اغير ده، بيقول عليه كونتكست روت. الكونتكست روت ده انا مش عايزه يظهر للعميل بالشكل الكبير ده. انا عايز مثلا ايه؟ سكوت ابلكيشن، يعني احط مثلا إيه؟ اسم كويس، مش اسم طويل قوي كده معايا. طب نظبط ده ازاي قبل ما نعمل الديبلوي؟ اهو اقفل دي كده اهي اهي.
اهي نقول له بروبرتيز، بص كده معايا في البروبرتيز اهي، نروح على الديبلويمنت نقول له ايديت، نقول له ايه سبيسيفاي اي اي كونتكست ايه روت، عايزه يظهر ازاي سكوت بس كده، عايزه يبقى اسمه ايه سكوت، واقول له اوكي بس بس خلاص كده. وصلت الفكره؟ طيب وبعدين نروح بقى بعد ما عملت سيف وظبطت الكونكشن، ايوه نروح بقى على الابلكيشن فوق، اعمل بس كلير عايز اوريك حاجه على الابلكيشن اهو فوق اهو، نقول له ايه ها ديبلوي، اعمل ديبلوي للابلكيشن بتاعك على ايه، نختار السيرفر بتاعنا اللي هو مين الستاند الون مش ده بتاعنا اهو، نقول له نيكست معايا يا شباب، ايوه واختار انت عايز تعمل ديبلوي على اي حاجه، ادي الاي دي اف وادي الايه وادي الادمن ايه سيرفر الاثنين ايه راننج، الاثنين ايه ها راننج، مفيش اي مشكله خالص انت تتعامل مع اي واحد فيهم اهم اهم، وصلت الفكره اهو، ادي الادمن سيرفر، ادي الادمن ايه ها سيرفر، ممكن اديبلوي عليه مفيش اي مشكله، وممكن اختار ده ما يجراش حاجه خالص ماشي. نيكست الادمن سيرفر لو انت فاكر كان شغال على 7001 لكن ده شغال على 7000 وكام و2. طيب نختار على الادمن سيرفر ونقول له نيكست ونقول له فينش، بص هيطلع ايه اير فايل، هيطلع اير ايه ها فايل، ونقول له فينش، بص ايه اللي هيحصل، تعالى كده نعملها تاني ديبلوي اي دي اف نيكست نيكست ادي الادمن نيكست فينش، المفروض يقول لك الديبلويمنت فينشت، لو ما قالش كده اه هضطر بقى دلوقتي يا جماعه معلش هعمل ايه، اعمل ريستارت للسيرفر، هعمل ريستارت هقفل وافتح تاني، وصلت الفكره؟ طيب انا هنا دلوقتي احفظ بس الخطوات سيف الديسك توب ستيبس، قافل عشان لو ما عملش ديبلوي معايا يا جماعه، ايوه هقفل وافتح ايه كان اهو بس نفتحه كده ثاني اهو، شوف كده انا عملتها ثاني اهو اهو بعد ما فتح نيكست ادمن سيرفر اهو نيكست فينش اهو ماشي كده كده تمام. طيب بعد ما عملت ديبلوي معايا اهو بقى دلوقتي لو ما عملش في اول مره اقفل بس الايه الجي ديفلوبر وافتحه تاني واعمل ديبلوي اهو ماشي مش هتلاقي فيها مشكلة. طب أنا عايز أتأكد بقى هل هو فعلا عمل له ديبلوي ولا لأ؟ أعمل إيه؟ نفتح الويب سيرفر نقول له إيه؟ 127.0.0.1 نقطتين أهو مش ده الكونسول بتاعك؟ خش المفروض بقى المفروض أروح على الديبلويمنت ده أهي ألاقي مين؟ الأبلكيشن بتاعي بص كده أهو اهو وصلت الفكره يا شباب اهو كده وصل كده اتعمل له ديبلوي صح ولا لا من غير انا بقى ايه انا كنت المفروض اجيب الوار فايل واقول له انستول وارفع الوار فايل بتاعي هنا وصلت الفكره واقول له نيكست وفينش والاخر يترفع طب الجي ديفلوبر عملها صح ولا لا طيب كلام جميل قوي عايز اعمل ايه بقى دلوقتي واحد يقول لي ايه يعني دلوقتي لو عملت رن هيشتغل بقى على الايه على ال على الـ على الـ على الادمن سيرفر بقى بتاعي اللي هو كام؟ اللي هو 7001 لا بص ايه اللي هيحصل؟ الجي ديفلوبر لما بيعمل رن بيعمل رن على مين؟ الانتجريتد وصلت الفكره؟ امال ايه؟ عشان تختبر بقى السيرفر بتاعك ده لو انت شغال بروجرامر العميل مش هيعمل كده امال انا هروح ادي اللينك دي بقى للعميل 7001 ايوه وهنا كل ده انا غيرتها خليتها ايه؟
سكوت فاكر اهي، وادي الصفحه بتاعتك وصلت الفكره اهي، كوبي اهي، كلام جميل. ليه فاكر؟ لان انا غيرت دي، ادي البروبرتيز اهي، ديبلويمنت اهي، مش هي دي كانت الديبلويمنت ده، هي الايديت انا كنت غيرتها صح ولا لا. قبل ما تروح تجرب اعمل ايه، انصحك نصيحه، اعمل ايه بقى عند العميل؟ الجهاز بتاع السيرفر اعمل له ريستارت، اعمل له ايه ريستارت، ايوه، وارجع شغل الموزيلا دول، ايوه، وشغل الفايرفوكس وايه ودوس انتر. بس خد بالك بقى ايه، خلي الكونتكست روت بتاعك، ايوه، سكوت فيسز وصفحه اللوجن من غير دوت جي اس بي اكس، من غير جي اس بي اكس. وصلت الفكره؟ تعالى بس هروح اعمل ريستارت، هوقف الفيديو دول لحد كده وارجع اعمل ريستارت، وهيبقى في الجزء الثالث ان شاء الله في عمليه الدبلو. اعملها انت واسبقني كمان، هتلاقي الايه الامور ماشيه ما فيش فيها اي مشكله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.